تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. بداية، يحيي محامو الجزائر عيدهم الوطني في شهر النصر تخليدا لذكرى استشهاد المجاهد المحامي الجزائري علي بومنجل الذي اغتيل على يد المستعمر الفرنسي الغاشم يوم 23 مارس 1957. الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمحامي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة، وميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي قرأها وزير العدل حافظ الأختام طيب لوحة بحضور عدد من أعضاء الحكومة. أشاد فيها السيد الرئيس بنضالات وتضحيات المحامين الجزائريين إبان الثورة التحريرية المجيدة واطلاعهم برسالة تكليف خاصة بإصلاح قطاع العدالة مكنتهم من بلوغ درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية. رئيس الجمهورية أكد التزام السلطة القضائية بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين سيادة واستقلالية وتجرد، منوها بإرساء الجزائر قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية في محيط دولي صعب بفضل تحقيق المصالحة الوطنية وتحويل حالات فقدان التوازن إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار. كما نوه رئيس الجمهورية في رسالته بإلزامية أن تظل الروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن الدافع الأساس والمحرك القوي لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد، مؤكدا أن الاختيار الديمقراطي هو مبدأ راسخ وأن الالتزام بالمواعيد الانتخابية مؤشر استقرار مؤسساتي بات يشكل قاعدة متينة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يعكس حرص الدولة على رفع مستويات النمو والاستثمار في رأس المال البشرية. رئيس الجمهورية أكد مسؤولية القضاة المكرسة في الدستور وفي القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة وبتضافر جهود كل الأطراف المساهمة مسؤولية التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع والاستمرار في مكافحة الجرائم والأفات الضارة بأمنها، مشجعا على مواصلة البحث والإبداع والتطوير. إن العدالة هي مجال تحقيق التوازن الذي يتعين أن يتعاون الجميع على تقويته والمحافظة على سلامته، وستظل السلطة القضائية بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد، ضمن القناعة الراسخة بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام. وعلى هذا المنوال فإني أطلب من جميع القطاعات الأخرى المعنية في الدولة أن تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة. وينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية، وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها. كما يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر
التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا، تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم. إن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات. من جهته دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكروينة إلى تكريس يوم موحد للدفاع عن حقوق المحامين، معتبرا رمزية الاحتفال بهذا اليوم لفتة كبيرة من الجزائر. أتوجه بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال، متمنيا للشعب الجزائري الشقيق حكومة وشعبا كل التوفيق والسداد في مسيرة التطوير والإنجاز الذي أطلقها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أن الاحتفال باليوم الوطني للمحامي وحقوق الدفاع يمثل في حقيقته أهمية خاصة ومحورية في نقل الصورة المشرقة والموقع المتميز الذي تحتله مهنة المحاماة في الجزائر، وهو ما يعطي لرسالتنا زخماً خاصاً وفعالية مميزة في المجتمع الدولي والإقليمي، وهو ما نعتز به في اتحاد المحامين العرب. ومن ثم فإن الحاجة أصبحت ملحة ليكون هذا الاحتفال مظهراً مهماً في جميع أقطارنا الوطن العربي. وبالمناسبة ذاتها أكد نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر سيليني عبد المجيد أن خطاب رئيس الجمهورية خلال الندوة الأولى المخلدة لليوم الوطني للمحامي هو المرجع الأساس لبرنامج العمل المعتمد. قد تكرس تخليد الدولة الجزائرية رسميا للمحامين الجزائريين والفرنسيين الشرفاء الذين تولوا الدفاع عن الوطنيين الجزائريين، تكرس بتاريخ 23 مارس 2006 تاريخ انعقاد الندوة الوطنية الأولى للمحامين التي رعاها فخامة رئيس الجمهورية، وألقى فيها بهذه المناسبة خطابا أوصت الندوة الوطنية الأولى للمحامين باعتماده كمرجع لبرنامج عمل مستقبلي. وبالمناسبة كرم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في إرساء أسس العدالة والمساواة وترقية دور المحامي والعمل المتواصل على إصلاح منظومة العدالة في الجزائر. بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر نبأ الاحتجاز الإرهابي الذي طال ناحية تراب وخلف ضحايا من بين الساكنة وقوات الأمن، منها ضابط في الدرك تحلى بالبطولة فانقذ واحدا من الرهائن. رئيس الجمهورية وبعد أن عبر عن عميق استنكاره لهذا الحادث الإرهابي أكد أن الجزائر تدين شديد الإدانة هذه الجريمة المقيتة، مضيفا أنها وللأسف تذكر المجموعة الدولية قاطبة بأن آفة الإرهاب تستدعي تصد دولي متضامن تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تعرب لفرنسا الصديقة تضامنها وتعاونهما الفاعلين حيال تهديدات الإرهاب وجرائمه. وفي هذا الظرف الأليم تقدم رئيس الجمهورية باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسها بأخلص التعازي لنظيره الفرنسي ولأسر الضحايا وسائر الشعب الفرنسي.
على هامش زيارة وزير الشؤون الخارجية أمس إلى بلغاريا، التقى مسهل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالعاصمة البلغارية، حيث استمع إلى انشغالاتهم وبلغهم العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للجالية الوطنية بالخارج. هذا وحل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل بصربيا في زيارة يتطرق خلالها إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار مخبأ يحوي 24 قطعة سلاح وذخيرة، 4 بنادق رشاشة من نوع FM، 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، 3 رشاشات من نوع بيكاتي، بندقية رشاشة من نوع FMDP، بندقية آلية من نوع G3، 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، 4 بنادق تكرارية. أما ذخيرة 15 مخازن ذخيرة لمسدس رشاشة من نوع كلاشينكوف، 48 قذيفة هون مقذوف من نوع RPG-7، 6 قنابل يدوية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر ب 3224 طلقة من مختلف العيارات، وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية. تأتي هذه العملية النوعية لتضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. كان إذن هذا آخر خبر، شكرا لكم في أمان الله.